كان زمان سفرتنا على الكويت. الشعب الكويتي بيتميز بعادات وتقاليد راسخة من قديم الأزل. فقبل بداية الشهر الكريم بتذهب النساء للأسواق لشراء الأواني المنزلية الفاخرة والمتنوعة يلي بتتباهى فيها بالعزايم واللقاءات المنزلية والغبقات الرمضانية. الغبقة الرمضانية هي من العادات القديمة لدى الشعب الكويتي، وهي فترة بتبدأ من بعد صلاة العشاء حتى ساعة السحور، وتقدم فيها أطباق الحلوى والجريش والهريس. بعد يوم كامل من الصوم بيتجمع الكويتيون بكثافة عند مدفع الإفطار يلي بيوقع قرب سوق المباركية التراثي بقلب العاصمة. بيتميز رمضان بالديوانيات يلي بتجمع مجالس الكويتيين وبتكون عامرة بالرواد وتقام فيها حفلات الإفطار الجماعي. أما أشهر المشروبات اللي منتشرة بالكويت فهو مشروب الفيمتو وشراب الليمون بالزعفران. كما تقام موائد الرحمن بكثير من المساجد. ولا أبو طبالي أو المسحراتي مكانة خاصة بهذا الشهر يلي بيسعى لإيقاظ النائمين حتى أواخر ليل رمضان، وبالنهاية بيودع الشهر وبيردد الوداع الوداع يا رمضان وعليك السلام شهر الصيام. بالأيام الأخيرة من رمضان بتزدحم الأسواق بالناس يلي بيشتروا ملابس العيد، وبعد انقضاء الشهر الفضيل بيذهب أهل الكويت للأمير لتهنئة الأسرة الحاكمة بالعيد. هذا رمضان بالكويت، عساكم من عوادة.